تحذيرية لها، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية الاثنين أن يكون الطقس باردا بالشمال والداخل والهضاب العليا مع مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار متفرقة شمال البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والسهول الداخلية والشمالية خصوصا خلال هذا الصباح. ويرتقب أيضا نزول بعض الثلوج بمرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستبقى السماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة. بالنسبة للرياح ستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما غربية بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة ومن القطاع الغربي والجنوبي بالجنوب الشرقي ومن الشمال الأقاليم الجنوبية ومعتدلة جنوبية وغربية بباقي المناطق. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين درجة واحدة وسبع درجات بالمرتفعات وما بين سبع درجات وثلاثة عشر درجة بالقرب من السواحل والسهول المحيطة وما بين أربعة عشر درجة وعشرين درجة بجنوب البلاد. أما درجة الحرارة العليا فستتأرجح بين درجة واحدة وسبع درجات بالمرتفعات وما بين ثماني درجات وثلاثة عشر درجة بالمنطقة الشرقية والسيس والسهول الداخلية وداخل سوس وما بين أربعة عشر درجة وتسعة عشر درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول المحيطة وكذا منطقة سوس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وستكون ما بين 25 درجة وثلاثين درجة بأقصى جنوب المملكة. بالنسبة للبحر سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.